كتبوه الفنان السعودي وهيعمل مسرحيات في الرياض. قناة وصفت الفنان محمد هنيدي بالفنان السعودي والمتابعين هنيدي بقى عندلي بالرياض خلاص. فيا ترى ايه الحكاية وليه القناة كتبته الفنان السعودي؟ اتصدر الفنان محمد هنيدي ترند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت، فتفاجئ المتابعين والجمهور ان هنيدي بقى بيتم وصفه بالفنان السعودي على قناة سعودية استضافته. فيا ترى ايه اللي حصل وازاي هنيدي تحول من فنان مصري لسعودي؟ وكان ايه رد فعل الجمهور؟ البداية كانت باستضافة الفنان محمد هنيدي في قناة سعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عمل لقاء معاه وقدمت القناة هنيدي على إنه فنان سعودي بعد ما تم منحه الجنسية السعودية، فكتبت القناة على اسم هنيدي الفنان السعودي، وكمان أعلن خلال اللقاء إنه هيقدم مسرحية ميوزيكال سكول في السعودية. وتفاجئ المتابعين والجمهور بوصف هنيدي بالفنان السعودي، فمعروف في العالم العربي كله إن هنيدي ممثل كوميدي مصري، وده اللي أثار موجة من السخرية على السوشيال ميديا. فتصدر هنيدي ساعات اللي فاتت ترند تويتر وفيسبوك، وقال المتابعين في تعليقاتهم على وصفه بالفنان السعودي: هنيدي بقى عندلي بالرياض. وخد المتابعين الموضوع بهزار، خاصة إنهم متعودين من هنيدي على إنه بيتفاعل معاهم ويهزر معاهم دايماً من خلال تغريداته على منصة إكس. كمان في فئة كبيرة من المتابعين شافت إن وصف هنيدي بالفنان السعودي على القناة السعودية طبيعي، خاصة إنه خلاص بقى معاه الجنسية السعودية. فسبق ومنحت هيئة الترفيه السعودية هنيدي الجنسية، خاصة إن هنيدي من الفنانين المحبوبين جداً في الخليج وتحديداً في السعودية بسبب أدواره الكوميدية اللي كان دايماً بيظهر فيها بشخصية الخليجي، زي دور فواز اللي لعبه في فيلم عندليب الدقي، وكمان دور الراجل الخليجي السري حاتم أبو حاتم في فيلم يانا يا خالتي، وغيرهم أدوار كتير ظهر فيها هنيدي بدور الراجل الخليجي الكوميدي، وبناء عليه تم منحه الجنسية السعودية. كمان هنيدي وقتها أعلن عن حصوله على الجنسية، فكتب منشور ليه على إكس: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، لكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين. شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية. شكراً المملكة العربية السعودية. بالمناسبة بستغرب جداً من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكراً لمعالي المستشار تركي الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي. ورد عليه تركي الشيخ وقال له: أهلاً بيك بين أهلك وأخواتك في مملكة الخير والعطاء. وأضاف ممازحاً: ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني. وبيجدد ذكرياتنا هو وكل النجوم الكبار منى والسقا، والفيلم ده ليه ذكريات في كل بيت في الوطن العربي، ولو هو جاهز احنا جاهزين ندعم ده. ورد عليه هنيدي وقال له: موافق، توكلنا على الله. حالياً بدأ هنيدي يقدم مسرحيات في السعودية، وكمان القنوات بتقدمه على إنه فنان سعودي بسبب حصوله على الجنسية، فبقى معاه الجنسية المصرية وكمان السعودية. فيا ترى هنيدي هيطلع يرد على الجمهور والمتابعين اللي ضايقوا من وصفه بالفنان السعودي، ولا هيكمل عرض المسرحية من غير اهتمام للهجوم والانتقادات؟